باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم هو يوم الأربعاء من الأسبوع الثاني من الصوم الكبير. بركات على جميعنا أمين. نقدر نسمي النهاردة هو يوم العشق الإلهي، اليوم بتاع اللي بنحبك يا رب. مزمور القداس النهاردة والمزمور 17 عدد واحد، ولو في الكتاب المقدس ده في الكتمار 17، في الكتاب المقدس هيبقى 18 واحد. أحبك يا رب قوتي، هو الرب هو ثباتي وملجئي ومخلصي، إلهي عوني وعليه أتكل، هللويا. طبعا هللويا، وأنهي نفس ما تتهللش بعد الآية الجميلة في المزمور النهاردة. أحبك يا رب، أنت بتاعي، قوتي أنا، ثباتي أنا، ملجئي أنا، مخلصي أنا، عوني أنا، متكلي أنا. يعني بيقول له بحبك عشان أنت بتاعي أنا. أحبك لأنك تستحق الحب، أحبك لأني منتفع من حبك. قديس أغسطينوس يقول: إلهي إنني إذ تأمل ضميري أراك ناظرا نحوي دائما ومتنبها إلي نهارا وليلا بجهد عظيم، حتى كأنه لا يوجد في السماء ولا على الأرض خليقة أخرى سواي. تهبني عطاياك وكأني وحدي موضع حبك، كأن ما عندكش في الكون ده غيري أنا. كل واحد فينا يشوف ربنا بالطريقة الجميلة دي، يعرف ربنا بيعشقني قد إيه، وكمان يجرني ويجذبني إلى العشق الإلهي. ربنا يفرح قلوبكم، نشوفكم بكرة بنعمة ربنا.